هلو برايمري تو، هاو ار يو؟ ازيكم يا سنه تانيه، عاملين ايه؟ النهارده من كتاب كونكت بلس هنكمل مع بعض يونت 1. هنكمل يا صحابي زمن بريزنت سامبل، المضارع البسيط. المره اللي فاتت خدنا ازاي نعمل جمله، وقلنا ان اي وي وزي ويو بياخدوا الفعل من غير اس، لكن شي وهي وات بياخدوا الفعل لازم يكون اخره حرف الاس. وتعلمنا ازاي ننفي، قلنا ان اي وي وزي ويو لما ننفي الفعل بتاعه ننده على مين؟ ننده على دو، وبعدين نحط مع الدو نوت ونكتب الفعل. لكن مع شي وهي وات بننده على صاحبتهم داز، ونحط مع داز نوت ونكتب برضو الفعل في شكله الرئيسي خالص من غير اي اضافات. تعلمنا كده النفي والاثبات. النهارده بقى هنتعلم ازاي نعمل سؤال. احنا عارفين ان الفعل اللي بيجي يساعدنا مع اي وبي وزي ويو هو دو، صح؟ من ايام النفي واحنا عارفين كده. طب لو حابة اعمل سؤال برضو هيبقى دو معاهم. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي عايزة اسأل صاحبي، بص الاتنين اللي في الصورة دول، الولد بيسأل صاحبه انت بتصحى الساعة 6:30؟ هيقولها له ازاي بالانجليش؟ يستيقظ يعني ايه؟ جيت اب. طب عايزة اقول له هل انت بتستيقظ الساعة 6:30؟ ننده على مين تيجي تساعدنا؟ دو. طب ليه دو؟ علشان يو، يو دي بتاخد دو، يبقى نحط في الاول دو، بعد كده يو، يبقى دو يو جيت اب ات هاف باست 6؟ يعني انت بتصحى الساعة 6:30؟ الاجابة سهلة جدا، طالما السؤال بدو هتبقى الاجابة سهلة جدا، يا هتقول يس يا نو. لو قلت يس تقول يس اي دو، يعني نعم انا افعل كده، يعني انا بستيقظ. يس اي دو، اي جيت اب ات هاف باست 7، وكمل باقي الجمله هاف باست 6. او لو مش بتصحى الساعه 6:30 تقول ايه؟ نو اي دونت، نو اي دونت. لو عايز تقول لا انا مش بصحى تقول لا، نو اي دونت، اي جيت اب ات هاف باست 7. لا انا بصحى الساعه 7. اوكي 7:30، فهم؟ يبقى طالما السؤال بدو تبقى الإجابة لو يس تبقى يس اي دو، لو لا تبقى نو اي دونت. ودو دايما تيجي مع زي وي واي ويو. يعني السؤال ده اللي عندنا بيقول ايه؟ Do you get up at half past 6؟ يعني هل انت بتستيقظ الساعة 6:30؟ الولد قال له ايه؟ شايفين؟ نو اي دونت، نو اي دونت، اي جيت اب ات هاف باست 7. لا انا بستيقظ الساعة 7:30 مش 6:30. خلاص تفهم السؤال ده؟ تفهم دو بيجي مع ايه؟ طب تعالى اقول لك على حاجة تاني. انت مثلا واقف مع صاحبك وعايز تسأله على شوية اصدقاء ليكوا تاني، عايز تقول له هما بيصحوا الساعة 6:30، هتقولها له ازاي؟ قلنا هل يعني دو. ليه دو؟ عشان هنقول زي، زي يعني هما، صح؟ يبقى دو زي هل هما جيت اب يستيقظوا ات هاف باست 6؟ هل هما بيستيقظوا الساعة 6:30؟ حطينا دو عشان قلنا احنا هنتكلم على مين؟ على هما، على اصحابنا. هما يعني زي، يبقى زي بتاخد دو. احنا حافظين ان اي ووي وزي ويو بياخدوا دو، يبقى الدو في السؤال هنخليها كده في الاول دو زي هل هما جيت اب ات هاف باست 6؟ هل هما بيصحوا الساعة 6:30؟ صاحبك هيقول لك ايه لو هما بيصحوا 6:30 فعلا؟ هيقول لك يس زي دو، ايوه هما فعلا بيصحوا الساعة 6:30، زي يس زي دو زي جيت اب ات هاف باست 6، ايوه هما بيصحوا الساعة 6:30. طب لو لا، لو صاحبك عايز يقول لك لا دول بيصحوا الساعة 7:30، هيقول لك ازاي؟ نو نو زي دونت، لا هما مش بيعملوا كده، زي جيت اب ات هاف باست 7، دول بيصحوا الساعة 7:30. خلاص اتفهم يا صحابي؟ السؤال مع اي وي وزي ويو بنحط دو، لما تحب تسأل على ان هل فلان بيعمل الحاجة دي تحط دو، بعدين الفاعل وبعدين الفعل، لو جيت اب، درينك، ايا كان الفعل اللي انت عايز تسأل عليه. طيب تعالوا بقى نشوف، فاكرين شي وهي وات كانت صاحبتهم مين في النفي؟ داز، برافو. طيب في السؤال برضو هنجيب داز، برضو داز صاحبتهم لسه، بس هنخليها في الاول. هيبقى السؤال كده مثلا، داز
She get up at 7 o'clock. هل هي بتستيقظ الساعة السابعة؟ شايف مع she حطيت ايه في الأول؟ do؟ no، حطيت does. يبقى does تيجي مع she. does وبعدين الفاعل، الفاعل اللي هو she أو he أو it أو أي اسم، اسم ولد أو اسم بنت، ممكن اسم ولد أو اسم بنت بدل she أو he. يبقى does she get up، هل هي بتستيقظ at 7 o'clock الساعة السابعة؟ الإجابة على does أو do زي ما تعودنا هتبقى yes أو no. حطينا yes بعد كده نعمل كوما، بعدين she نعمل زي ما قص، بننزل she الأول أو he الأول الفعل اللي عندنا، وبعدين بنروح حاطين she does أو she doesn't. يبقى does she get up at 7 o'clock، هل هي بتستيقظ الساعة السابعة صباحا؟ تبقى الإجابة كده يا صحاب yes she does، نعم هي بتستيقظ، أو no she doesn't، لا هي مش بتعمل كده، مش بتستيقظ. تعالوا نشوف سؤال تاني. السؤال اللي عندنا هنا بيقول ايه؟ Does she have breakfast at 8 o'clock؟ هل هي بتاخد الفطار بتاعها الساعة 8؟ الإجابة هتبقى ايه؟ شايف does برضو جت مع she، ممكن برضو يبقى هي، ممكن نقول Does he have breakfast at 8 o'clock؟ does صاحبة she وصاحبة he، يبقى ممكن نقول بدل she he. Does she have breakfast؟ Does he have breakfast؟ لكن السؤال اللي عندنا هنا Does she have breakfast at 8 o'clock؟ هل هي بتاخد الفطار بتاعها الساعة الثامنة؟ الإجابة هتبقى إيه يا صحابي؟ Yes she does، نعم هي بتعمل كده Yes she does. الإجابة هتبقى ب Yes she does أو No she doesn't، لا هي مش بتعمل كده. الإجابة بتبقى Yes أو No. وبعدين لو yes بيبقى does بنزلها زي ما هي، حط الأول الفاعل yes she does، لو no نحط no she الفاعل وبعدين does نحط جنبيها not no she doesn't. ده شكل السؤال في زمن الـ present simple، سهل جدا جدا. تعالوا نحل عليه exercise بسرعة كده. أول سؤال عندنا بيقول نختار do ولا does ولا have مع you go home at half past five. السؤال ده معناه ايه الاول؟ هو عايز يقول لنا هل انت بتروح البيت الساعة 5:30؟ طب هل في زمن present simple معناها ايه؟ معناها do does، الاتنين بمعنى هل. طب you دي you صاحبة do ولا does؟ برافو صاحبة do، يبقى نحط do، يبقى نحط السيركل على كلمة do. يبقى السؤال كده do you go home at half past five؟ هل أنت بتذهب للبيت الساعة 5:30؟ مين شاطر بقى يجاوبني؟ هي الإجابة هتبقى إيه؟ yes or no؟ يعني هنقول مثلا yes. طب لو قلنا yes، yes you بتتحول لآي على طول، أول ما تشوف you في السؤال في الإجابة حولها لآي، تبقى yes I do، نعم أنا بفعل كده. طب لو لأ، لو أنت مش بتروح الساعة 5:30 هتقول إيه؟ No you بتتحول لآي، تبقى no no I don't، أنا مش بروح الساعة 5:30. ممكن تكمل باقي الجملة، فاهم؟ you لما نحولها في الإجابة تبقى I، لأن هو بيسألك بيقولك أنت بتروح البيت الساعة 5:30، فأنت عايز تقول له أنا، أنت الإجابة هتبقى إيه؟ لا أنا مش بروح البيت، أو أنا بروح البيت، يبقى you تتحول لآي، آي يعني أنا. أوكي فهمت دي؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول do ولا does ولا have he ate has breakfast؟ هل هو بياكل الفطار بتاعه؟ هل هو بياكل الفطار بتاعه؟ تتقال ازاي؟ قلنا هي صاحبتها مين؟ صاحبتها do ولا does؟ برافو صاحبتها does، يبقى هنحط السيركل على كلمة does. يبقى does he ate has breakfast؟ هل هو بياكل الفطار بتاعه؟ الإجابة هتبقى ايه يا صحابي؟ هتبقى ايوه هو بيعمل كده، او لا هو مش بيعمل كده. لما احب اقول ايوه يبقى يس، وبعدين هي بتنزل زي ما هي هي، يبقى نعم هو هي داز، نعم هو بيعمل كده يس هي داز، او نو هي داز نوت، بندمجها مع بعض تبقى اسمها دازنت، نو هي دازنت. تمام يلا نشوف الاسئله اللي بعدها. بصوا السؤال الأول عندنا بيقول إيه؟ Do you get up at 6 o'clock؟ هل أنت بتستيقظ الساعة السادسة؟ ها
انت فعلا بتستيقظ الساعة 6؟ بتصحى الساعة 6 من النوم؟ حد بيقول لك do you get up at 6 o'clock؟ هل انت تستيقظ الساعة 6؟ انت عايز تقول له لا انا مش بعمل كده، هتقول له ايه؟ no I don't، لا انا مش بستيقظ، no I don't get up at 6 o'clock. ممكن كمان تقول له لو عايز تقول له ايوه انا بستيقظ، هتقول له ايه؟ yes I do، نعم انا افعل كده. الاجابه هتبقى no I don't او yes I do، سهله جدا جدا. يو احنا قلنا هتتحول لاول، اول حاجه بنكتب yes او no، وبعدين يو دي هنزلها على شكل اي بنحولها لاي، وبعدين نحط الدو او don't، دو زي ما هي او don't، yes I do او no I don't. ونكمل باقي الجمله. السؤال اللي بعده بيقول do you play tennis after school؟ هل انت بتلعب تنس بعد المدرسه؟ لو انت مش بتعمل كده قولي لا، هتقولها ازاي؟ no I don't، برافو، لا انا مش بعمل كده، انا لا افعل يعني لا افعل هذا، no I don't. وكمل باقي الجمله، ممكن تقول no I don't play tennis after school، لا انا مش بلعب تنس بعد المدرسه. طب لو انت بتلعب فعلا تنس بعد المدرسة هتقول لي ايه؟ yes I do، نعم انا افعل كده، yes I do. وتكمل باقي الجمل، فهم؟ طيب السؤال التالي do you have lunch at 1 o'clock؟ انت بتاخد الغداء بتاعك الساعة 1؟ لو انت فعلا بتاخد الساعة 1 الغداء بتاعك وعايز تقول لي ايوه انا باخد الساعة 1 الغداء، هتقول لي ايه؟ yes I do، نعم انا افعل ذلك، yes I do او no I don't، لا انا مش بعمل كده، no I don't. خلاص يبقى السؤال بتاع do you اجابته بتبقى yes I do او no I don't، اوعى تتلخبط. يلا ناخد التمرين اللي بعده. اول سؤال عندنا بيقول does she eat sandwiches at 1 o'clock؟ هل هي بتاكل السندوتشات بتاعتها الساعة 1؟ انت طبعا عارف ان صاحبتك دي مثلا بتاكل السندوتش الساعة 2 مش 1، فهتقول ايه؟ no لا she doesn't، هي مش بتعمل كده، no she doesn't. او لو هي فعلا بتاكل السندوتشات بتاعتها الساعة 1 هتقول ايه؟ yes she does، yes she does، نعم هي بتعمل كده. يبقى الإجابة بنو أو يس نو، وبعدين بنحط شي أو هي أو إيه زي ما هي، وبعدين داز لو الإجابة أيوة، داز نوت لو الإجابة لأ، فهم؟ طب السؤال اللي بعده داز شي هاف بريكفاست آت 8 o'clock؟ هل هي بتاخد الفطار بتاعها الساعة 8؟ هنقول إيه؟ يس شي داز أو نو شي دازنت، يس شي داز او نو شي دازنت، ايوه هي بتاخد الفطار بتاعها الساعة 8 او نو شي دازنت، هي مش بتعمل كده، نو شي دازنت، هي مش بتعمل كده. طيب السؤال اللي بعد does she walk to school with mom؟ هل هي بتروح المدرسة بتمشي للمدرسة with mom مع ماما؟ فانت عايز تقول ايوه هي بتعمل كده، هتقول ايه؟ yes she does، yes she does او no she doesn't، no she does not او doesn't، doesn't does not 1. يبقى الاجابه ب yes او no، yes هنقول yes she does، لو no تبقى no she doesn't، ونكمل باقي الجمله زي ما هي. خلاص يا صحابي اتفهم زمن البريزنت سيمبل، ازاي بنعمل جمله وازاي بننفيها وازاي بنعمل سؤال مع do does، امتى نحط do امتى نحط does. اوكي يلا بقى تعالى نحفظ مع بعض شوية أفعال مهمة جدا لازم تكون حافظهم كويس. أول فعل عندنا يا صحابي سهلة أوي drink، يعني يشرب، drink يشرب، قول ورايا drink يشرب، طبعا بنحط له اس لو جه مع هي، فاكر he drinks water يعني هو بيشرب مية، نحط مع drink اس في الآخر، لكن لو جه مع اي وبي وزي ويو يبقى drink من غير ما نضيف لها اس. فاكر الحاجات دي؟ اوعى تنساها، دي الافعال اللي مع اي وبي وزي ويو مش بنحط لها اي حاجه، لكن لما بتيجي مع شي وهي وات
بنحط لهم في الاخر اس. ماشي. الافعال دي زي مثلا drink يشرب، drink يشرب دي ار اي ان كي، والورايا drink يشرب، drink يشرب. طب ياكل eat، ياكل eat، والورايا eat يعني ياكل. عايزه اقول مثلا I eat apple، انا باكل التفاحة. I eat apple. عايزة اقول مثلا هو بيأكل التفاحة تبقى ايه؟ هي، نحط طبعا مع هي الفعل اللي بيجي بعد هي بنحط له اس في زمن البريزنت سيمبل، يبقى هي eats. اوكي، يبقى eat فعل يأكل مع I و we و they و you بنحط، مش بنحط اس، لكن مع هي و she و it بنحط اس في اخر الكلمة. eat يعني يأكل، eat. ورايا eat يأكل. يبقى كده عرفنا فعلين، فعلين مهمين قوي، drink يعني يشرب، eat يعني يأكل. طيب يلعب يعني ايه؟ play، play يلعب. عايزة اقول انا بلعب كورة، I play football. عايزة اقول هو بيلعب كورة، he plays football. حط اس في اخر الفعل عشان جت مع هي، عشان فعل جه مع هي، اوعى تنسى. بلاي يعني يلعب، بي ال اي واي، بي ال اي واي، بلاي يعني يلعب. طيب عارف الفعل المهم قوي اللي كان في درسنا النهارده اسمه ايه؟ جيت اب يعني يستيقظ، يستيقظ يعني يصحى، ويقوم من النوم ويحضر نفسه. الفعل ده اسمه جيت اب، اي جيت اب، هي جيتس اب، اي جيت اب يعني انا استيقظ، هو يستيقظ، هي جيتس اب. بنحط في اخر الجيت حرف الاس، هي جيتس اب، هو بيستيقظ. جيت اب يعني يستيقظ. ورايا جيت اب، جيت اب، جي اي تي، وبعدين يو بي كلمه تاني بعيده عنها شوي، جي اي تي يعني جيت يعني يستيقظ، اب جيت اب على طول على بعض، على بعض اسمها يستيقظ. خلاص. طيب يمشي يعني ايه؟ ووك، ووك يعني يمشي، ووك يعني يمشي، دبليو اي ال كي، دبليو اي ال كي. فاكره لما قلنا اي ووك تو سكول ويز ماي مام، انا بروح بمشي للمدرسه مع ماما. وعايزه اقول هو بيمشي المدرسه مع مامته، هقولها ازاي؟ هي ووكس، هي ووكس، نحط في اخر الفيرب اس عشان في، عشان مع هي، قلنا هي ووكس، شي ووكس هي تمشي. اوكي، يبقى ووك فعل يمشي، ووك يعني يمشي في زمن البريزنت سيمبل مضارع البسيط مع اي وي وزي ويو، بنخليه زي ما هو، مش بنحط له اي حروف زياده، لكن مع شي وهي وات بنحط له حرف الاس في الاخر. تبقى شي ووكس هي تمشي، هي ووكس هو يمشي، ات ووكس هي او هو يمشي لغير العاقه. زي اقول مثلا عايزه اقول القطه بتمشي، ات ووكس هي بتمشي. خلاص. يبقى فعل ووك يعني يمشي. طيب يذهب يعني ايه؟ يذهب يعني جو يا صحابي، جو يعني يذهب. I go home، انا بذهب للمنزل، I go home. طب عايزه اقول بقى هو بيذهب للمنزل، هقولها ازاي؟ مين شاطر يقول لي؟ ينفع؟ بصوا بقى، في افعال مش بنحط لها اس بس، ساعات بنضيف لها اي اس، زي جو مثلا. فعل جو لما احب اقول شي جو اقول شي جوز، شي جوز يعني بنضيف للجي او اي اس، بنضيف لكلمة جو اي اس مش اس بس. ودي افعال مفروض نبقى حافظينها. اول فعل المفروض يعني المفروض عليك تحفظه دلوقتي جو، جو لما يجي مع شي او هي او ات في زمن بريزنت سيمبل بنضيف له اي اس مش اس بس، بنضيف له حرفين اي اس. جو يعني يذهب، جو يعني يمشي. بقى مين تاني شاطر يقول لي الافعال اللي خدناها النهارده؟ درينك يشرب، ايت ياكل، بلاي يلعب، جو يذهب، ووك يمشي، جيت اب يستيقظ. نقولهم تاني مع بعض، جيت اب يعني يستيقظ، ايت يعني ياكل، ووك يمشي، جو يذهب، جو هوم يذهب للمنزل او يروح المنزل، بلاي يلعب،
drink يشرب. اوكي يا صحابي كده 10 افعال. تعالوا بقى نفتكر الكلمات المهمه اللي خدناها في الدرس ده. فاكر صباح الخير يعني ايه؟ good morning بنقولها الصبح. good morning صباح الخير. good morning صباح الخير. بعدين على الظهر كده ممكن اقول ايه؟ good afternoon. good afternoon good afternoon دي التحية بتاعت بعد الظهر، يعني على الساعة 3 كده 2 ممكن اقول لحد قابلته good afternoon. طب لو بالليل بقى الدنيا ليلت عايزة اقول للحد مساء الخير اقول له ايه؟ good evening. good evening يبقى كده عندنا ثلاث تحيات. تحية الصباح لما اقول لحد صباح الخير good morning. good morning والورايا good morning. عايزة أسلم على حد الظهر أقول له good afternoon. good afternoon بالليل أقول good evening. good evening والشخص اللي قدامي بيقول نفس الرد، يعني لما أقول لحد good morning أنت هتقول له good morning، لما حد يقول لك good afternoon أنت أقول له good afternoon، لما حد يقول لك good evening أقول له good evening. أوكي سهلة جدا. وخدنا fine يعني كويس. فاكر لما كنت بقول لك how are you وانت تقول لي I am fine. fine يعني كويس. كويس يعني fine. f i n e والورايا fine. I am fine انا كويس. how are you I am fine انا كويس. ممكن تقول لي I am okay انا برضو كويس. okay يعني كويس. fine و okay الاثنين بنفس المعنى. okay يعني كويس. اوكي اوكي اي واي. اوكي اوكي اي واي. اوكي اي ام اوكي يعني كويس. يبقى كده عندنا اجابتين لما حد يقول لك هاو ار يو تقول له ايه؟ اي ام فاين او اي ام اوكي. وبعدين تقول له ثانك يو. فاكر اي ام فاين ثانك يو اي ام اوكي ثانك يو. طيب ميه يعني ايه يا صحابي؟ ووتر. ووتر ممكن كمان نقولها ووتر. ووتر نطق بطريقتين water 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 w a t e r w a t e r water يعني مية. water يعني مية. طيب عجلة يعني ايه؟ فاكر عجلة يعني ايه؟ bike. bike عجلة. والبراية bike يعني عجلة زي اللي في الصورة دي شايفها اكيد بتحب تركبها طبعا. بايك يعني عجلة. بي اي كي اي بي اي كي اي بايك يعني عجلة. والورايا بايك عجلة. طيب فاكر يسوق يعني ايه؟ رايد يعني يسوق. شي رايد بايك هي بتسوق العجلة. رايد يعني يسوق ار اي دي اي. سهلة قوي الفعل ده مهم. ride يعني سوق. I ride bike أنا بسوق العجلة. ride يعني سوق R I D E والورايا ride I ride bike أنا بسوق العجلة. I ride bike أنا بسوق العجلة. ride يعني سوق. طب شغل أو عمل يعني إيه يا صحابي؟ work يعني عمل. work وممكن كمان بمعنى يعمل، يعني ممكن تبقى اسم ممكن تبقى فعل. work w o r k w o r k work يعني يعمل. طيب اللي في الصورة ده اسمه ساندويتش. ساندويتش s a n d w i c h s a n d w i c h. بصوا يا صحابي اتفقنا لما كلمة تبقى كبيرة نقسمها لمقطعين يعني حتتين عشان نعرف نحفظهم. ممكن نحفظ S A N D وبعد كده W I C H ساندويتش. ساندويتش خلاص. طيب بعد كده بقى في حاجة مهمة قوي عايزك تركز معي. عايز اقول الساعة 5:30 احفظ دي بالظبط. 5 يعني ايه؟ 5 صح؟ قبل كلمة 5 نجيب كلمتين half past. half past 5 الساعة 5:30. عايزة اقول مثلا الساعة 4:30. 4 يعني 4
قبل كلمة فور نحط بالظبط هاف باست. هاف باست فور يعني الساعة 4:30. عايزة أقول الساعة 1:30. أقول إيه؟ واحدة يعني وان، ونص يبقى نحط في قبل وان هاف باست. هاف باست يعني ونص. هاف باست كلمة ونص، يبقى قبل الوان نحط هاف باست. هاف باست وان يعني واحدة ونص. هاف باست، هاف باست يعني ونص، وورايا هاف باست، وبعدين رقم الساعة معناها الساعة كذا ونص. تفهمي دي؟ عايزك تحفظها كويس عشان في طريقة تانية هناخدها بعدين. هاف باست يعني ونص. مثلا عايزك تقولي الساعة 6:30، هتقولها لي ازاي؟ تقولي الأول هاف باست 6. عايز تقولي مثلا الساعة 2:30، هتقولي ازاي 2:30؟ هاف باست الأول وبعدين 2. هاف باست 2 الساعة 2:30. تفهم؟ وبكده يا صحابي نكون خلصنا جزء كبير برضو من يونت 1. خلصنا زمن البريزنت سيمبل. عايزك تذاكر كويس قوي وتراجع الفيديوهات دي كتير وتحفظ القاعدة بتاعته وتحل تمارين كتير عشان تفهمه. وعايزك تحفظ الكلمات دي كويس برضو. وعايزاكوا بقى دلوقتي زيكوا تحت الفيديو هتلاقوا كلمة سبسكرايب، دوسوا عليها، وبعد ما تدوسوا عليها هتلاقوا كلمة لايك، وبعدين اعملوا شير لو حبيتوا الفيديو وعايزين تشاركوه مع اصحابكم عشان نقدر نكمل. ده كمان الجروب على الفيسبوك لو حابين تنضموا. واشوفكم الحلقة الجاية.